وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيجو شو. ضيفتي رح تكون مركبة الكروس اوفر العصرية بامتياز هالحلقة اللي حققت هالسنة النسخة الخاصة بسباقات التحدي، منها حققت لقب رالي دكار وهو السباق الأطول والأصعب في العالم. اليوم بدي أقدم لكم بيجو 2008. فيها نظام الجريب كنترول، فيها شاشة LCD متعددة الاستخدام، فيها نظام الاي كوكبيت اللي حكينا عنه، وهي مركبة كروس اوفر. لازم نحكي عن هالموضوع لانها بتجمع بين صفات من مركبات الاس يو في وراحة المركبات العادية للي ما بيعرف ايش تعريف الكروس اوفر، وعندنا محرك بيور تك المبتكر من بيجو. محرك البترول بيور تك الجديد سعة 1200 سي سي بيعطي القوة اللي بتوفرها محركات سعتها أكبر، مع المحافظة على مستوى الكفاءة لمحرك حجمه صغير هالقد. إن زادت فيه القوة والعزم للحد الأقصى بقوة 110 حصان وبغيار أوتوماتيكي بست سرعات. الأهم من كل هذا الحكي إنه بيور تك هو محرك اقتصادي من ناحية توفير تكاليف الصيانة واستهلاك الوقود. بتوصل نسبة الاستهلاك المزدوج داخل المدينة وخارجها ل 14 كيلومتر لكل لتر، فإذا هو طبعاً صديق للبيئة. الـ 2008 إضاءتها الأمامية جذابة من الليد، بتاخد شكل الكات آي. سيارة جريئة وأنيقة بقضبان كروم جانبية زي ما نحن شايفين هون، وهون كمان الكروم على المرايا وحولين النوافذ. عندنا جنطاتها مغنيسيوم 17 إنش وإنارتها الخلفية من الليد على هيئة المخالب، وهي كأنها ختم هلأ لبيجو. نظام التحكم الإلكتروني بالثبات الـ ESP موجود بالـ 2008، بيجمع عدة أنظمة بتضمن السير بأمان وبثبات. أيضاً نظام المساعدة بالمنحدرات الـ Hill Assist بيحافظ على ثبات السيارة مكانها لحوالي ثانيتين لما منكون عم نجرب نطلع على منحدر، وفيها طبعاً 6 وسائد هوائية. بتوفر الـ 2008 نظام الـ Eye Cockpit اللي بيعطينا سلامة ومتعة قيادة لتلاقي التكنولوجيا المتطورة بمتناول إيدك، لأنه بيستجيب لحدسك. الـ Eye Cockpit بيشمل عرض للمعلومات على مستوى الراس وشاشة 7 بوصة تشتغل باللمس، هذا اللي بيخليها سيارة ذكية. وعندنا التصميم الذكي موجود بكل أدوات القيادة بالـ 2008 عن طريق تقنية الـ Grip Control. مثلاً بيحصل السائق على 5 وضعيات للقيادة بيقدر يختارها بكبسة واحدة، وهي هالوضعيات: أول شيء الوضعية العادية، وضعية الثلوج، وضعية الوحل، وضعية الرمل، أو وضعية إلغاء نظام الـ ESP. السقف البانوراما بيعطي إحساس إضافي برحابة المقصورة، وبأرضية الـ 2008 في 5 قضبان تمتد من العتبة الخلفية وحتى المقاعد الأمامية هون، بالإضافة إلى 6 خطافات لنعلق الأغراض ورا وأماكن للتخزين هون وهون بالجوانب. سؤالنا لليوم هو: كم وضعية للقيادة على مختلف الطرق بيعطيك الجريب كنترول؟ إذا حبيتوا بيجو 2008 ما تنسوا تزورونا في معارض أوتوزون الوكيل الحصري لعلامة بيجو عنا هون بفلسطين. بكرة لنا لقاء جديد. باي باي.